السلام عليكم. حسب مصادر محلية موثوقة مقربة من عائلة صحفية إسلام عريس، لم يتم العثور على ممنوعات داخل منزل عائلة عريس بباب الوادي عكس ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقيق لا يزال متواصلا مع قاضي تحقيق بمحكمة عبان رمضان. وكتب الموقع الفني اي تي بي الجزائري أن فنانين معروفين في الساحة الفنية تورطوا مع إسلام عريس في بيع وترويج الممنوعات في سابقة خطيرة عرفتها الجزائر والساحتين الإعلامية والفنية، وتم القبض على الصحفي السابق لقناة النهار الجزائرية الإخبارية إسلام عريس بالحراشة بعدما كان قادم من الجنوب وبحوزته كرتون من الممنوعات المحظورة والخطيرة والتي دمرت حياة الكثير من الشباب والشابات، حيث تعتبر هذه الأقراص صعبة ومن أم الخبائث. الجزائريون طلبوا السلطات الوصية والعدالة بتطبيق أقصى العقوبات على مروجيها واستحداث مستشفيات ومراكز لعلاج مدمنيها.